احبابنا اخوتنا اللي يبغونا واللي نبغوهم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذا البلاطو وهالراي في باب تيفي على قناتكم اليوتيوب. نرحبوا بكم الناس اللي يبغونا واللي يحبونا واللي راهم يتابعونا، نرحبوا بكم خوتي ومرحبا بكم، الف مرحب. عودناكم بجديد، كل خطره نجيب لكم جديد، وهذه الحصه راح تكون جديد وفيها المفيد باذن الله. انتم ما تنساوش راكم تشوفوا فينا، ابونيفو، ديروا لنا جام، ضرب لا كلوش، وحنا نجيب لكم جديد. اليوم الحصه تاعنا شويه سبيسيال، فيها الغناء وفيها السينما. راه معنا ضيوف كبار ورسموا اسمهم في الساحه الفنيه في اغنيه الراي. طبعا راه معنا غير المشايخه اليوم، بلاطو شباب حلو ومتميز ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله بربي يعجبكم ان شاء الله باذن الله. اول فنان اللي راه معنا اليوم في هذا البلاطو فنان معروف، الى قلت لكم اسمه بالك تعرفوه، لكم ما نقولكمش اسمه، نقولكم بعض الاغاني كيما نقولوا حنايا قاطع راسي اش تقولوا عليها، ولا انا نجري والدوله تجري. بس سير تكونوا عرفتوه شكون هو، كادر تيريغو. كادر مرحبا بك. الله يسلمك خويا، امين وشكرا على الاستضافه وباب تي في ونموت عليك خويا، والجمهور تاعنا كاع نشكره بزاف اللي يبغيني ونبغيه ونموت عليكم. مرحبا بك، ان شاء الله نفوتوا وقيت الشاب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله غايه الحمد لله. راك طالق روحك. راني بيان ستيفي. ايوا ولد حمتي نموت عليك تيريغو. المهم الفنان الموالي اللي راه جاينا اليوم اللي غادي يحضر معنا في البلاطو هو فنان متميز، لكن درنا شويه روطار، اتصلنا به قلنا شويه سيركيلاسيون فطري وكاع، بصح قلنا راني جاي نورمالمون نقارعوه يوصل، ما نبطوش عليكم ان شاء الله باذن الله. هو نورمالمون راه جاي، ما كان له نقولكم اسمه نورمالمون ها ولا حضر. شيخ رئيس الرئيس سمحونا على الروطار تحياتنا. السلام عليكم، نشكركم على الدعوة، بارك الله فيكم. راك تعرف مواطن الكورونا ترانسبور ما كانش، درنا شوية روطار، عادلونا خوتي. سامحنا اخويا، قرضها احسن لك مواطن. واش يدير هذا الرئيس؟ الرئيس يجي الوقت اللي يبغي، كوليج هذا ما يجيكش يا اخويا، خذ راحتك. الله يحفظك. اذا جمهورنا الكريم راكم عرفتوا الضيوف اللي راهم معنا اليوم، معنا كادر تيريغو والرئيس مفتاح الروس، نرحبوا بهم في هذا البلاطو وهالراي في قناتكم باب تي في. نروحوا لاول فقره اللي تبغوها ونبغوها كاع، فقره جديده اللي هي اخبارك، لكن بعد الجينجل. جينجل اخبارك، فقره جديده في هذا العدد من حصتكم وهالراي. غادي تعرفوا على اخبارهم كيفوتوا اليامات اللي فاتوا ولا السيموا في اللي فاتت علينا تاع الكوفيد. نبدا مع كادر تيريغو. اي صاحبي، كيف فوت السيمو اللي فاتت تاع الكوفيد؟ سيمو هذه فاتت دار وشويه بحر وسيد وخدمه راك تعرف، وان شاء الله نتمنى ربي يرفع لنا هذا المرض، هذا الوباء والبلاء ان شاء الله، والحمد لله رانا معاها غير بشويه. اسكو الاولى كنت باسكو كاين شي ناس كانوا يقولوا باللي كوفيد ما كاش منه وهاد الصوالح ما كاش، بصح من بعد شفت اسكو واحدين من الاهل تاعك توشاو، عرفت واحدين توشاو بالكوفيد؟ بون عرفنا الناس توشاو بالكوفيد، بصح حافظوا السلامه ان شاء الله. المرض هذا كاين منه ومشي زعاقه، وان شاء الله ربي يرفع علينا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله الرئيس كيفوت الحجر الصحي خويا؟ يا خويا اش غادي نقول لك، الحجر الصحي كيشغل ردمونا بالحجر وصاي، بصح للاسف لا غالب كان لازم ندوا نديروا الحجر خويا. كورونا هذه كاع العالم شكا منها ماشي غير حنا، والحمد لله صافا فوتنا كما كان الحال الحمد لله. سما خديتوا الاحتياطات تاعكم؟ و انا كما قال لك كنا في مجال التوعيه، وعينا شويه درنا دي فيديو هكا وعينا شويه الناس، الحمد لله كاين فنانين كيما خونا كادر غنى على كورونا ثاني، كان تعمل الناس الفنانين الحمد لله يا ربي، كاين الناس وعات وكاع. هذا الواجب تاعنا كفنانين باش نوعوا باش نديروا، ماشي مشروط غير نخدموا كاع. الله يبارك، الله يبارك فيك كادر. هذا بمناسبه هذا الموضوع هذا تاع كورونا، درت اغنيه على الكوفيد، حكينا عليها شويه. امين ميني بوس، اغنيه تحكي على مواضيع حساسه بزاف. الناس كاين تلقى واحد مسكين لا غالب ما عندهش ياكل، لا غالب ما كاش خدمه، وصلنا لها مول التاج ويحتاج، راك فاهم شغل واحد عنده ولا ما عندهش، رانا كاع في الهوا سوا. داكو حكينا على مواضيع هذا الحساسه بزاف، واللي وصلنا بلادنا راهي فيها بزاف، فاهم خويا العزيز. ودرت لها كليب، درت لها كليب وصورتها في حي ابن سينا فيكتور هيغو، هو الحي الشعبي ضل هنا حومه هيغو حومه صاحبي. نورمالمون كان معك شيخ، كيفاش بانت لكم الفكره وشكون اللي بروبوز الفكره؟ الفكره بروبوزها امين مينيبوس،
باسكو هو جاته فكره منه وانا عيط لي وقلت لها اوكي حاجه تاع مساكين وزوا ولا رانا معاهم باسكو قرانا فيها داك اللي تحكي على المواضيع حساسه كيما هكا. اذا قعدنا في هذا الموضوع تاع الكوفيد باسكو العالم كل منظر منه اسكو يعني سؤال مخصص ليكم نبدا بالرئيس اسكو هذا الكوفيد كشف واحد صوالح فيما يخص الصداقة فيما يخص بزاف صوالح راكم فاهميني وراني بعد نروح انا فاهمني فاهم فوالا شوف هي الكورونا كانت عندها كما قال لك ايجابيات وكانت عندها سلبيات وكانت عندها كما قال لك ديكوفرينا بزاف صوالح تشوف الناس اسكو الناس باسكو كورونا الناس مولي تستخدم كيما حنايا الفنانين حبسنا ما كان لا خدمه لا والو تشوف الانسان اللي سقسي عليك اللي عيط لك يشوفك شنو خاصك شنو ما خاصكش بصح هذه تشوف تعرف شكون اللي فريمون يوقف معاك في الشده باسكو هذه ما حنا فتنا عليها والحمد لله عرفنا الناس اللي يبغونا فريمون ويقفوا معنا ويبغونا كفنانين وكاع وعرفنا الناس زعما كيما نقولوا اللي غير هكا فاهم تاع غير هكا غير بالهضره فاهم خارجه غير من لاكور شحال نبغوكم ونعاونوكم منا مي الحمد لله كاين توجور كاين الرجال ما يكملوش الحمد لله يا ربي مي الحمد لله الحمد لله عبد القادر كيما نقولوا حنا اي في الحومه نعاودوا لك اي الحومه انت دغيا هذه شره بيني وبين صاحبي تاع بكري هذه تاع الصوره كيما نقولوا حنا نفس السؤال يعني اسكو هذه الكورونا بينت لك بزاف صوالح باللي اسكو تنجم تتكل على الفن ولا ما تنجمش تتكل على الفن في بلادنا كورونا العالم كيما قلت حبساته راك فاهم دروك حنا فنانين حنا ما نخدموش في صونات راك ولا حاجه سما اوبليجي واحد يكون مزير روحه وداس مكتوب باش ياكل ولاده ومنه والحمد لله رانا في سيموا كورونا ما مسحق حتى واحد يعيط لي ولا يقول لي يعطيني ولا حاجه ربي معاه هادي نقولها لك صاحبي باسكو نهضر صح شفت انا بعض الفنانين شناهم في مواقع التواصل الاجتماعي كاللي كان يبيع الاله تاعه ويقول راه نعتزل شفنا بزاف فنانين بغاو يعتزلوا هذه اللي ما فهمتهاش الظاهره هذه تاع صاين اعتزل الفن علاه الفنان دائما في في في, في, في الطبقه التاليه هذه اللي بغيت نفهمها السؤال ربما انتم عندكم اجوبه ولا شغل الرئيس نجم نجاوبك تفضل تفضل الفنان في بلاد تاع الجزائر في بلادنا محقور ما عندهاش حقه فاهم سواء شونتار سواء ممثل ما كاش اللي عنده حقه فاهم سيتو احنا عندنا في وهران هنا ما كاش اللي عنده حقه فاهم عليه بصح باسكو ما كاش اللي يوقف معاك فاهم ما كاش اللي يوقف معاك انا قلتها لك ونعاودها لك الفنان في وهران محقور هذا ميساج بين وصله باللي الفنان في وهران ما عندهاش حقه ايبا هذه حصريا راه يقولها لكم كادر تيريغو اي الفنان في وهران خاصه في وهران محقور خاصه وهران كانت هي لاباس تاع الفن بكري بلاد حسني بلاد الله يرحمه خالد سافري سافير الاغنيه راه في العالم كاع صافي غرون بليزير ولد وهران حنا رانا نقولوا حنا كاع بلادنا رانا كاع خوت شنو راني نحكي لك زعما وهران وين وصلت راك فاهم صح 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 الرئيس افتح عندي واحد السؤال موجه ليك ايضا والاخ اي تفضل حبيبي وخويا اسكو درتوا مشاريع من غير الفن باسكو شفنا بلي كل واحد هذه الخطره كثير من الفنانين ديسيداو بلي غادي ندير حاجه ابار الفن باش نضمن بها حياتي في هذا الموضوع انا معاك فيه ولازم يدير سيتياسيون باش يضمن بها حياته ولا بيان سور هو تاني بنادم وكل ماريا وعنده وليدات يخدم عليهم بيان سور ما غاديش يتكلم على الفن الفن في الجزائر كي شغل حنا دروك رانا دايرينها غير هوايه هكا نمدوا بصح ما ندوش راك فاهم غير نمدوا ما بغيناش نسمحوا في الشعب اللي بغينا ولا في لي فون تاعنا وكيسموه مي لازم لك توجور ان اوتر بروجي ديره في حياتك باش تاكل به تتقوت به على باليش انا كاين اللي داير حانوت كوزميتيك كاين اللي داير المونطاسيون كل واحد واش داير يعاون به روحه ولا كاين اللي داير طاكسي كيما انت نعقل عليك الشيخ الهواري كنت ميم طون في الفن وفي فلاتيلي ميم طون كنت تعاون روحك راك تعرف باللي الفن كون جا زعما فريمون نيشان تلهاله وحنا ما نجموش نلهو له نيشان باسكو ما عطاناش حنا كون يعطينا ونلهو له نيشان نمدو فيه اكثر واكثر حنا كيما قال لك دروك رانا نمدو 50% انا واحد من الناس كنا نهضر على روحي ولا وعلى بالي كاع الفنانين فيهم هذا الشيء رانا نمدوا يا ربي 30% 50% ماشي اللي عندنا ماناش مرتاحين الامكانيات ما كانش الفنان وكانه كما قال لك لا شيء زعما في هذا البلاد زعما اون جينيرال زعما الفنان حنا كنشوفوا مصر ولا نشوفوا سوريا الفنان حاجه قيمه حاجه ميزان فنان عنده تاثير كما مصوادي مثلا كما هذا الكورونا فنان ينصح عنده بيبليك يسمعه يوعي فنان يسحقوه الناس بصح حنايا في الجزائر ما راك فاهم فنان غير هكا وصاي اسم
اي اه نفس السؤال. نروحوا غير للمرحله اللي وصل لها سفيان خونا ممثل توحة مسكين عندهاش صح فاهم، وصلوا الشعب راهم الفنانين راهم يعاونوا بعضهم بعض فاهم، كيما سفيان غادي نوصل له هذا الميساج باش يعرف صاحبي بلي انا نبغيك وانت اخويا شو اخويا انت عندك حق في هذه البلاد، انت ثاني عندك اسم والناس تعرفك، الدوله هي تعاونك صاحبي خاش هذا حقك كيما حقي انا حقك تاع، ونتمنى لك ان شاء الله ربي يفرج عليك ويفرج عليك كاع واحد فنان مغبون وكاع واحد زوالي ربي يفرج عليه ان شاء الله. هذه هي تحيه من بلاطو هيراي الفنان تاعنا سفيان توحة اللي راه مغبون في ازمه السكن واللي وقفوا معاه الفنانين وقفه كما نقولوا احنا تاع رجل واحد ورمي يعاونوه باش يدير السكن. نروحوا من هذا الجو تاع الكوفيد وخرجنا وشفنا حاله الفنان والحاله تاعكم اللي مريتوا عليها هذه السيمو اللي فاتوا الحمد لله والله يرفع لنا هذا البلاء. نروحوا الى جو اخر الى فقره اخرى اللي سموها ما تضحكني ما نضحكك، سما يا تضحك يا نضحك. متهروس ما يضحكش، جبدها مواطن قولها له من حتى الباري عبد القابر يقول يضحكني انا صاحبي يحيى الناس باريكو من عاد كادا تيليو يحيى الناس باريكو خوتنا ماشي صحابنا بيان سير. هذه هي. المهم نروحوا مشاهدينا الكرام من هذه الفقره تاع اخبارك الى فقره يا تضحكني يا نضحكك بس بعد الجنجل جبدها. هرنا وليناكم خوتنا وحبابنا وانتم اللي راكم تشوفوا فينا اللي راه قاعد يفطر ولا يتقهوى ولا يتعشى الله يدوم قوسطوك ان شاء الله. اقعد معنا ومازال غادي تشوف واحد صوالح بزاف شابين غير اقعد معنا. وصلنا الى هذا الفقره ما نضحك ما تضحك يا تضحكني يا نضحكك وحده من الزوج. القانون يقول الرئيس عندك 3 بوين عندك 3 بوين نبدا انا قارع خويا راني فاهمكم في باش نفهم المشاهدين الاعزاء اللي راهم يشوفوا فينا وخوتنا وحبابنا. اللي يضحك تروح له بوين، انت ليق لك الضحكه هو ما يليقش يضحك، انت ليق لك الضحكه وانت ما يليقش تضحك، اللي تزبط تزير تجبدها مشار يا شيخ. نبدا الله يسهل اي نبدو مفتاح الستريس ولا ديرها من هذا يدير من هذا الستريس ديروا هذيك من هذا الستريس يروح يروح شكون يبدا الاول مين هادو ستريس اي تبدا الاولي سايزا راني مكيزز اي ما تهدرش اضبط ما تضحكش. السلام عليكم معكم ابراهيم زكروت ديديكاس لكم ربي يحفظكم و الله يستركم. صح انت راك تضحك سماني ربحتك مش تضحك انا اللي ندير كيما كسموه ابراهيم زكروت ابراهيم زكروت اوه بندي مراد كامل دبل مش بلي انا دبل عربي دبل انا عندها دروك عندها 4 بوينت عندك 2 بوين على هذه الشامبيون عندها 3 دالك الله يسهل يضحك صاي هيا نفرغ هيا اتوا دروك صح شوف فيها هيا قارع حبس 3 شوف فيها صح ما تضحكش شوف فيها غاية طوب شوف فيها بيان سير في الحيط يا درا قلت لكم بلي يضحك ادالك بوا اسما راكم ايغاليتي دروك راكم متعادلين هيا بقات تعديل النتيجه لفريق مولوديه طوارئ يروح فازي اخويا دروك شكون هيا انت دروك الضحكه الدب العربي والله لا الدب العربي تقرا لي هذيك اللقطه تاعك سموه وينو تاع هذاك شلبي شدر شلبي ماكش عاقل عليه شلبي ربحك على بالك ضحكك صاي راه فاتك راه فاتك بقات لك نورمالمون بقات لك وحده هي فازي غادي نفكرك بحاجه صارت لنا انا وياك السمش كتهك قال لي طرطك السمش عند راسنا تبغي عبد الحق وتموت عليه كملها او بليتا ماي ساي ساي هومن ضحكت مازال ما ضحكش لا ضحك لا ما ضحكش مازال ما ضحكش ضحك انا ايا مالي صاحبي يستاهل ربحني صاي ربحك صاي صاي تستعرف شكون قادر انا وياه واحد خويا ماشي صاحبي موت عليك مواطن موت عليك قادر يدي جيبوا لي مادريه جيبوا مادريه هنا جيبوا مادريه المهم هذه هي قانون اللعبه مفتاح الروس توجور الرئيس يغلب الله يحفظك فايزا تحيه متبادله قادر تيليكو خويا ماشي صاحبي منا حتى الباري هذه راك تشوفوا مواطن الجوكر راه داير عندنا احنا في البلاطو الدعوه راهي ما شاء الله. نعود نولوا الى فقره اخرى
ان شاء الله ما نكونوش تقال على المواطنين باش نروحوا للمواطنين. يا غرسها في المواطنين هاو المواطنين. تحيه خالصه للمواطنين. هذه هي تحيه خالصه للمواطنين. نمر الى فقره اخرى صالحين. اللي هي فقره نبغيها بزاف انا هذه جديده في هذا العدد الجديد من حصتكم وها الراي نتوما. نوصيكم دائما ما تنساوش ابونيفو خلونا لي كومونتير باش نقول لكم بلي رانا نقروا لي كومونتير تاعكم رانا نتبعوكم كاع شراكم تقولوا ورانا نتمشوا على شراكم تبغوا وان شاء الله نكونوا في حسن رضاكم. الان كاينه فقره جديده اللي هي قول لي الصح. قول لي الصح ان شاء الله نقولوا الصح. تقول لي الصح ان شاء الله. ان شاء الله بربي صح. ان شاء الله يا ساي بعد الجينجل يا جينجل قول لي الصح. فقرة جديدة معنا اليوم عندنا دي كيسيون بوزوهم على لي زانفيتي تاعنا ان شاء الله يقولونا الصح. تتعهد ان شاء الله قول جو جور نقولوا الصح. نقول الصح نقول الصح. سيد الرئيس مكلا انت نرفدوا لك يدك تاعك الرئيس اما نورمال يطلع يده الرئيس ثاني يحلف. قول نقول الصح اقسم بالله نقول صح. يا صاحبي بصح ماشي انا اللي خونت مهم اي مهم ماشي لا ماشي خيانه لا بعيد الشر ان شاء الله بعيد الشر خلوهم الخيانه انا رانا في الفن. المهم نبدو السؤال الاول بالجنة محمد اللي هو الاسم الحقيقي تاع كادر اسم عائلي. قضيتك مع زهير البهاوي وما هو المشكل؟ زهير البهاوي انسان معروف في المغرب ومغاربه خوتنا ونبغوهم ونموتوا عليهم. هو انسان ثاني محبوب وعنده شعبيه ومنه ونحترمه ونقدره. شاولا غنية تاع انا نجري والدولة تجري قلبها دار انا نجري والزمان يجري قطع راسي على ولادي. دروك ما باش يستعرف دروك انت درت سيجي هضر عليه اتصل بواحد من الجزائر مناجر ولا حاجة وهضر فاهم صافي غرون بليزير تعاود هنايا تما ما نش نقولوا دا بصح كان يشاور صافي بليزير يعاود لي صوالح يعاود صوالحين نفرح له. اسكو اتصل بيك ما اتصلش كاع كنت عندك على هضرت معاه ولا اعتذر جبدها ديريكت مواطن بابا 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 وعرى هذه يا شيخ زهير معلش. المهم السؤال موجه الى رئيس حبك اسكو لي فيديو تاعك داروا لك مشاكل؟ طبعا الفيديو تاعي باين بلي داروا لي مشاكل والحمد لله تخطيتهم دوك المشاكل. دونك الانسان يكون يهدر يقول كلمه الحق يقول لك ما يعي الباطل يبطل ويجي الحق فوقه. أنا هكا مأمن باللي كي تقول الحق ربي ينصرك ربي دائما ينصر الحق والحمد لله يا ربي. شوية تاع مشاكل بياسير شوية ضغوطات شوية مضايقات ولكن الحمد لله تعدات والحمد لله راني غاية دروك الحمد لله ما الحمد لله صابر ما كان حتى مشاكل دروك الحمد لله. الأمور راهي واضحة باللي كيما قال لك هذيك الشخصية كنا نتقمصوها والرسائل كانوا يجوا كيما هكا. شكرا شكرا. السؤال سؤال ثاني دائما في على جال أغنية أنا نجري والدولة تجري يا هل تورا باسكو الناس بزاف طلقت اشاعات وقالوا بلي سيفري جرات موراه الدوله ولا انتقدوك ولا دخلوك ولا سمعوك ولا ما على باليش انايا بصح منها ولا لا هاد الهضره كان ما كاش منها وصل هضره هكا بصح ما صرا والو الحمد لله. عندنا الدوله تاعنا نحيوهم من هذا المنبر وراهم في خدمه الشعب وصافي يكونوا بليزير وربي يخليهم منا كي هما كيما الشعب صح من هذا المنبر انا نحيي كاع الناس اللي راهي واقفه خاصه الناس اللي وقفوا في المرحله تاع الكوفيد منهم رجال الدارك الشرطه الحمايه المدنيه الاطباء الجيش الابيض تاعنا تحيه لهم وخاصه اللي دائما ندير لهم ديديكاس عمال النظافه تحيه لكم كبيره تحيه لهم نعود نقولوا الى الاسئله. مفتاح تفضل اسكو عرضوا عليك اعمال فنيه كبيره ورفضت هذا صح ام خطا؟ بالفعل عرضوا لي اعمال ورفضت شي اعمال ما ساعدونيش وكاين شي اعمال مازال ما ديمارتش فيهم ان شاء الله باسكو جا الكوفيد وكاع كاين شي اعمال ما عجبونيش انا ما من النوع اللي يبغي يخير العمل هذاك يشوف نبغي ندرسه هذاك السيناريو وهذاك السيناريو ما عجبنيش ولا ممكن كاين شي ادوار ما نتقبلش نلعبهم ما نلعبش كل شيء نبغي نقعد كيما نقولوا في الشيء تاعي اللي نخدم فيه ما نبغيش نبدل لا فاصون تاعي ولا صوالح تاعي هذاك بار برينسيبل استغل هادي الشيخ راه وعلى هادي وراه اي دخل عليا شحال مبوك بصح اي كان يبغي يطير جنة طير جنة شكون ما يبغيهمش
كتعجبني تاع انا البندوره الحمراء مزروعه بين الخضره تاكل مني لا تشبع. الله عليك هضره والله. اي غنيتي انشات كنت صغير؟ ايامات صغر كنا في دار شباب حي ابن سينا تاني صح. كان عمي عينوس بوتاج ديال الله يرحمه الله يرحمه يعني عقل خضراء ودنا مجموعه صوتيه كبيره اغنيه سموها عاد الحمام بالحب والامان غنيها لي مانيش حافظها نقول فيها عاد الحمام بالحب والامان يا فرحتنا نسيتها بصح مهم صوالح شابين درناهم ذكريات شابين ذكريات شابين ذكريات شابين هذه هي باش تعرفوا بلي هذه المناسبه نحيوا عمي عينوس بوتاج الدين الله يرحمه مسكين تحيه ليه الله يرحمه وتحيه لكل عائله. اي صغال هذه صاحبي شيخ ومواطن سحرك في الدراهم ولا الجامي منا حتى الباري منا حتى الباري سحروني يا ولدي واكيد هي شوف يوقع لك دائما مشاكل كاين ناس تخلص قدام لا تبدا تخدم زعما الحمد لله وكاين ناس فاهم يوعدوك وكاع وانت تبغي تعاونهم يجوا على اساس انك بيتعاوني راني جديد راني منا هادو اللي تطيح فيهم في الاخر مش كيما يكون واحد بروفيسيونيل سي مو خدمه ما تتفاهم معاه نورمال عادي تخلص صوالحك كاين اللي يقول لك عاوني ومن بعد ما توليش عاوني تولي انت تقول له حمبوك عاوني فهمني مواطن والحمد لله زعما هاد واحد صرا له خطره ماشي زوج فاهم صح صح شنو تقول لهم هاري كاميرا قولها لهم يقول لك خويا ما عندكش مواطن ما عندكش مكان له توعد الناس وتصدم وطيح خشين وطيح بروديكتور فهمني وتقول لي عندي استوديو تاع ديك الكاميرا ديك تاع جبدها مواطن احسن لك مالك مالك والله كايزازنيش ما تكرطبنيش الحاج ما تكرطبوش وما تكايزوش راهم كايزاز والله اسئله صاي كملوا ريدا كملوا الاسئله دروك غادي نروحوا في الجديد الجديد غادي نروحوا الفقره الجديده اللي هي الجديد اعطيني الجديد تاعك لكن بعد الجينجل ابقى معنا وغادي تسمع الجديد. عودة إليكم مشاهدينا الكرام انتم اللي راكم تشوفوا فينا ما نضلوش نوصوا فيكم باش خاص كل خطره نقول لكم باللي ابونيفو ديروا لنا دي كومونتير دير جيم ضرب لا كلوش وخلينا احنا باش نجيبوكم جديد شتو البلاطو تاعنا كي داير اليوم فيه الصح وفيه الضحك فيه كل شيء كاع الشيء اللي تبغيه كاين خوتي. المهم نروحوا الى الجديد وبعض المعلومات الجديده اللي غادي يعطونا يعطوها لنا الفنانين تاعنا كادر تيريغو ولا مفتاح الروس في مجال الفن ولا السينما. جديد تاعك كادر جديد اللي خرج ولا اللي مازال ما خرج اللي راه جاي ولا اللي خرج ولا عطيني جديد جديد درنا شونسون مع وريس الماني سيدو 31 زقزوق وفتحي لفعه اغنيه سموها باينه تغيضني من عند حبابي جاتني داكور خرجوا لي خرجات في الشل وكليب صورناه في حي شعبي في الحمري. شكون كاتب الكلمات؟ دحمان دحمان رافال تحية لدحمان رافال ناس وهرا وخاصة ناس حمام بوحجر ناس حمام بوحجر نموت عليكم. هذه هي هذا هو الجديد قال لي كاين وكاين جديد إن شاء الله مع واري بابا إن شاء الله تحية وكاين مع الهبري كاين إن شاء الله. عندك بزاف خدمت تعاملت بزاف مع واري بابا. واري بابا ملي كنت صغير أنا معه وعاونني يوقف معايا والحمد لله أنا في رحبة وإن شاء الله المزيد إن شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. قاطع راسي دلي راني باغي نجنى يا البوطي درت لنا كارثه مواضيع حساسه وتاع زواوله وصافي كرون بليزي اللي درت سيكسي بهاد الصوالح وكلام القي وان شاء الله نعجب الجمهور ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله باذن الله بالك نوعد الجمهور ان شاء الله باذن الله. اذا تقبل الدعوه راح نوجه دعوه لواري بابا باش يحضر معنا في هذا البلاطو هالراي باش ثاني نتعرفوا نتعرف ارواح واري بابا ارواح هالراي ارواح جبدها واري خويا جبدها واري بابا جبدها عنا ارواح تجري ارواح للباب بنا حتى الباب تي في تيري بري الشيخ الرئيس جديدك. انا جديد ان شاء الله بربي ممكن احتمال كبير يكون عندي جديد مع المدير تاعنا هو وري سلماني ربي يحفظه ان شاء الله. راه كيما نقولوا راه يشوف واحد النظرات وكاع وانا راه معجبني ان شاء الله يكون جديد كيما نقولوا في الغناء في هاد الصوالح واحد اليوتريك تاع كوميديا واحد اليوتريك عنده افكار وانا عندي افكار ان شاء الله نريحو ونبارطاجوهم مع بعضنا ومعنا تاني توجور تاني كادر تيريغو خويا دائما رانا معاه
دائما خاطر يقول لك الفنان يكمل الفنان. احنا رانا في الكوميديا، اخونا راه في الغناء، احنا دائما نكملوا بعضنا. وري خويا انت ثاني تبارك الله راك معنا ومكري معنا، هذا هو باش نكملوا بعضنا ونعاونوا بعضنا ان شاء الله. كاش جديد في السينما ولا في السينما؟ راه كاين جديد، شفناك في بلا حدود. واه لعبنا بلا حدود الحمد لله، فاتت بيان الحمد لله يا ربي، ودينا خبره مع مصطفى وحميد وحازم الحمد لله، لعبت مسعود ومسعوده الحمد لله يا ربي. مي دروك المشكل غير تاع كوفيد، نورمالمون يفوت. راه كاين ثاني بروجي مع حميد الحلو ان شاء الله. ان شاء الله حميد الحلو اللي نحيوه بالمناسبه، نحيوك نحيوك ونقول لك بالبركه عليك المارياج ان شاء الله، وليد ولا بنيه ولا زوار في مولديه ولا في قديل كيما تبغي ان شاء الله. عندها زواج تفكرت جبت لي المولديه، والمولديه هذه مات المولوديه الوهرانيه راهي تفوت واحد المشاكل الله يفرجها عليها. ومعروف خويا بالجنة محمد كادر تيريغو من أنصار مولودية وهران، الفرقة المعروفة تاعنا. بون فريق مولودية وهران فريق كبير بزاف، كاع بزاف أنا نفتخر به ونموت عليه مولودية وهران. بون جيت نوصل ميساج المسائل كبار، نقول لهم ساعة ما تقدوش على حاجة، جبدوا خلوا شركة وطنية، وهذا الجمهور تاع وهران راه ما تعطش الالقاب، ما تعطش بزاف صوالح. والله يرحم قاسم بالإمام في ديك الرقده الله يرحمه، باسكو كو قعد هو حي كوري الفريق راه يدور غايه. احنا نتمنى ان شاء الله ربي يهديكم، هذا ما نقول لكم. شحال عندها المولديه ما تحصلتش على لقب؟ من 96 كوب دالجيري مازال ما فرحنا. 26 وهذه فريق، هذه وهران، هذه وهران ماشي كما قال لك حومه، وهران كبيرة فاهم، خصنا بين فرحه سبحان الله. وهران يتمثل الغرب، كاين جوار، كاين حفيظ صفاوات، كاين زروقي، كاين بوكسيسر، كاين بن عطيه، كاين راني باغي يتحدوا ويقفوا مع الفريق ان شاء الله. انا بدوري نوجه رساله للمسائل تاع فريق مولوديه وهران، عيب عيب كبير والله. انا نقولها لكم عيب كبير، 26 سنه فريق مثل مولودية وهران اللي لعبوا فيه العمالقة ديها من حميدة كوربو ورواح، حميدة معروف تيريغو، مجموعة حميدة كوربو وحميدة تصوت ورواح من السبعينيات، ناس تأسد في زاوية قرآنية، قد نقعدوا هكا نقولها لكم. أنا هو ربو عبد الله، أنا إنسان نحب جمعية وهران ولكن مناصر لمولودية وهران. ونوصلوا سلامنا لجمعية فريق جمعية وهران تاني إن شاء الله ربي يطلعوا ولي نتفرجوا ديربي كيما تلمسان بالعباس وخوتنا إن شاء الله. هذه فوالا ديروا اليد في اليد وعاودوا ردوا المكان لمولوديات وهران، باسكو سي لا اونت. هذه الشعب ماذا يريد؟ مولوديات وهران فريق يعود من جديد ان شاء الله، ان شاء الله يا رب نرجو ان شاء الله باذن الله. على هلا على هلا. المهم وصلنا الى فقره، اخر فقره في هذا العدد تاع اليوم، وها الراي اللي هي فقره الديديكاس. كاين ناس راهم يبعثوا لنا في اليوتيوب يقول لك ديروا لنا ديديكاس، وان شاء الله احنا رانا نخيروا قدر المستطاع. لهذا درنا واحد العبسه صغيره كيما هكا، شغل نسميها انايا الطبق، اللي عنده زهره يطلع في الديديكاس ان شاء الله. غادي نشوفوها لكن بعد الجينجل. اذا احبابنا واخوتنا انتم راكم تشوفوا فينا، رانا وصلنا الى اخر فقره الديديكاس اللي راكم تسمعوا فينا اليوم ولا راكم تشوفوا فينا. اللي راه باعت شي ديديكاس في لي كومونتير غادي يشوف زهره اليوم الى طلع معنا في الطبق. دوك نقول لكم حاجه، تعقلوا هذا هو الطبق، الطبق وفيه ديديكاس. دروك غادي خطره يجبد كادر، خطره يجبد مفتاح الروس، عندهم ضروه زوج تاع ديديكاس، كل واحد عنده ديديكاس. درهم كل واحد غادي يخلط ويجبد واحد، واللي عنده يطيح في الاسم يدير له ديديكاس. كاش مشكل، اتفضلوا بسم الله. نبدو مع كادر. بسم الله. خلط 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 خلط. ننظر الان الى عمليه، على ربي غي قدم ورول. ننظر الان الى عمليه القرعه الرقم واحد. فاتي وناس فلوريس. ايه فاتي وناس فلوريس غينا في وهران. فاتي وناس فلوريس ديديكاس ليك من عند كادا تيريغو، وربي يخلي لك والديك وكاع لا فامي، وان شاء الله بربي نشوفك الفوق ان شاء الله. ان شاء الله ربي يخلي لك. ايوا الثاني تفضل الشيخ حسين الرايس. تفضل قدام لا نبدا. تحيه لوليدات فلوريس خوتي ماشي صحابيه. هيا يروح خلط خلط يا شيخ. خلط جلط خلط خلط. نرفدوهم كاع مساكين، يستاهلوا خوتنا. دبر راسك ديروا لهم قاعد يروح اجبد.
حطينا منغيدو واحد على واحد ان شاء الله ان شاء الله كاع. اوكي شت حاجه منه مش كتبتها اخويا باش كتبتها هاتشو مهم راك انا نعاونك دعاء ناس معسكر دعاء وناس معسكر دعاء وناس معسكر طاحت له وفي معسكر نحيوهم لا يا راك داير دعاء وناس معسكر اي مكتوبه الناس هذه اي شوف ليها هاي الكاميرا شيخ اه بسم الله هذا ديديكاس الدعاء وناس معسكر ش غادي نقول لك اختي ربي يطول في عمرك مواطنه وان شاء الله تكوني مواطنه صالحه وربي يحفظك وتحيه لوليدات معسكر تحيه نوويه من عند المفطروس سبيسيال قرضها مواطن تحيه المواطنه دعاء هيا التاليه جبد هيا ميمون عبد الاله وناس مارافال يحيى غاشي مارافال نموت عليكم ميمون عبد الاله تحيه ليك من عسكر سيريغو وغاشي مارافال ضربها في عشرة كاع نموت عليك اي اي تالي يا شيخ اي سايزه اي سايزه اي ربي اغرضهم مريض والله نخرج يا روح ايش بدك تشوف راك تدخن في الطلعه اه هذا نكروف مصطفى شي غادي نقول لك هذا ديديكاس ليك نكروف مصطفى خويا ماشي صاحبي ربي يحفظك ما راكش معين المنطقه المهم ان شاء الله يوصلك الديديكاس ربي يحفظك مواطن وربي يبارك لك في رزقك هذه هي وهذا هو هذه هي وهذا هو قادر خويا راكو شتو جماعتنا وحبابنا وخوتنا نتوما اللي تبغونا راه مدالو لكم ديديكاس دونك نتوما اللي شونتور اللي راكم باغينهم يكونوا معنا خلونا دي كومونتير وحنا ان شاء الله نديروا البوسيب تاعنا باش يكونوا حاضرين ان شاء الله باذن الله نكونوا في حسن رضاكم باذن الله وصلنا الى نهايه هذه الحصه كلمه اخيره قادر بون امي خويا ابو عبد الله شكرا على الاستضافه ونشكر هواري سلماني على الاستضافه ثاني ونموت عليكم كاع والجمهور تاعنا ان شاء الله توجو نكونوا توجو نعجبوكم وترضوا علينا ان شاء الله ومرحبا بكم وبينا في باب تي في عند واري سلماني نموت عليكم هذه هي كلمه اخيره شيخ الكاميرا واه كلمه اخيره واش نقولوا بارك الله فيكم على الدعوه نشكركم على هذه المبادره نتمنى لكم النجاح والتوفيق هي مبادره جيده عجبتني بزاف الحمد لله هذه التفاته طيبه من خونا المدير هو واري سلماني اكيد نبلغوا له التحيه وهذا الحصه ان شاء الله تنجح هذه حال باب تي في ان شاء الله نكون مفتاح تاع الباب تي في ان شاء الله وربي يوفقكم وان شاء الله يكونوا فيها نوعدوكم ان شاء الله يكونوا فيها مواطنين هنا نستضيفوهم بصح بالقرعه ان شاء الله شفقت فيها امين خويا بامال راني مكرطب وجبدها جبدها مواطن للباب تي في لا بغى يدخن في الطلعه نجبدها طلق التراكتور يمشي سايزا طلق التراكتورك تفضل كادر تفضل خويا دير ديديكاس خويا بو عندي ديديكاس نوصلها لولادي إسراء وهيثم ونقول لكم نموت عليكم وربي يخليكم لي إن شاء الله هذه هي وعلى هلا الله يخليهم لك معليش ديديكاس صغير تفضل أيوة هذا ديديكاس صغير هاري اه اوكي هاكي من ومن بارك الله عندنا كاميرات بزاف خوتي ايبا توسي ما نستطقوا عليكم الله يزيدكم خوتي المهم خوتي هذا ديديكاس صغير وليدات بنفريحة ربي يحفظكم والله يفرحكم إن شاء الله ونتمنى لكم كل خير والسلام بارك عليكم بارك الله فيك بارك الله فيك كادر بارك الله فيك مفتاح الروس بارك الله فيكم على الحضور نشكركم انتم اللي كنتوا تشوفوا فينا انا نبدا من جهتي انا نوجه تحيه لكل الناس اللي كانوا خدما معايا وراء الكاميرا بنطاطا تحيه كبير له مفتاح الروس لتاني وكادر خاصه دحمان الرافال واللي راه يشوف فيا خويا مليح مغنيه تحياتنا حبيبي من حتى المغنيه وديديكاس المهدي اللي تجي حبيبي خويا مون برادر وخاصة المدير هواري سلماني اللي راه واقف على الحصة كاملة وتحية من جيل ديجيتال وستوديو 31 إلى هنا نصل إلى نهاية هذا العدد ابقوا معنا المهم اقعد في الدار أنا أجيب لك ليستار نقسم لك بالله تليفونك شعل فيه النار السلام عليكم